السطو على الأموال ونهبها مستمر في عدن في وضح النهار أو في أوقات متأخرة من الليل. بدأوها ضد البسطات بآلاف الريالات ووصلت إلى البنوك ومؤسسات الدولة بالمليارات. ميليشيا الانتقالي التي يقودها عيدروس الزبيدي وتمولها الامارات اقتحمت بالقوه ميناء عدن واستولت على حاويات تنقل اموالا الى البنك المركزي بعدن وتبلغ قيمتها 18 مليار ريال يمني. الانتقالي الاماراتي فشل في اخفاء العمليه واعترف بنهب اربع حاويات مخصصه لاموال البنك المركزي. وجاء في بيان رسمي للمتحدث باسمه نزار هيثم أن العملية جاءت لضمان عدم وصولها إلى الحكومة التي يتهمها بالفساد ويسعى للشراكة معها وفق اتفاق الرياض وبحسب البيان فإن ميليشيا الانتقالي وضعت الاموال في عهدة القوة السعودية بعدن، وليس هناك ما يشير الى مصداقيه هذه المعلومات لكن وسائل اعلام محليه نقلت ان التحالف امر بارسالها الى البنك المركزي والتزم الانتقالي بذلك وخلا بيان الانتقالي من اي اشاره لاعادتها الى البنك المركزي ولم تصدر حكومه معين عبد الملك اي تعليق على نهب الاموال نتيجه علاقاته مع انتقالي. إلا أن عمال ميناء عدن أعلنوا إضراباً احتجاجاً على اقتحام الميناء والتأثير على نشاطه وسمعته ويقول مراقبون إن هناك خشية حقيقية من فقدان مبلغ كبير من تلك الأموال نتيجة تحويل مساراتها والسيطرة عليها بالقوة خصوصاً أن الميليشيا الانتقالي الإماراتي لم تتسلم مرتباتها خلال الفترة الماضية من التحالف